السلام عليكم، اليوم ناخذ محاضرة عملية عن الاميونايزيشن. احنا ناخذ الاميونايزيشن بالنظري، بس هاي بيها بعض الكلينيكال نوتس اخاف لها وياك لما يسألوك بالهيستوري عن السكشن مال فاكسينيشن. فرح ناخذ نقاط سريعة، ما رح ناخذ الملزم الرتين هذه بالتفصيل الدقيق. الاميونيتي عندنا ناتشرال اميونيتي واكوايرد اميونيتي. الناتشرال اللي موجودة بالبيرث، اللي هي الفيزيكال باريرز، مرات الكيميكال باريرز اللي مثل الجاستريك اسيد والدايجستيف انزيمز، فاجوسيتيك سيلز والكومبلمنت سيستم. هذه اللي يعني هيجي ما تتذكر كل انفكشن سبيسيفيكلي، في حين الاكوايرد زين هذه تكون مور سبيسيفيك، زين اذا اصبت بمرض ما راح تكون تتذكر هذا المرض بالمره الجايه وتهاجمه بشكل محدد. الجولز مال اميونايزيشن اكو تو جولز، اللي هي اولا امنع الديزيز بالشخص نفسه، بعدين احاول امنع الامراض الانتقاليه بالمجتمع. عندي تو تايبس اوف اميونايزيشن، الاكتيف اميونايزيشن والباسيف. الاكتيف انه انطي انتيجين زين للجسم، والجسم هو اكتيفلي وركس تو يعني سينثسايز ان انتي بودي ذات از سبيسيفيك. اما الباسيفلي فاني انطي يعني الانتي بودي جاهز، زين انطي الانتي بودي جاهز بدون ما يصنع الجسم. الايجنتس اللي نستعملها بالفاكسينيشن تضمن الفاكسين اللي نعرفه، واللي عبارة عن خليط من البروتينات والبوليساكرايد والنيوكليك اسيد، هذا اكتف زين لان انا انطي في الانتيجين والجسم هو نفسه راح يروح يسويه. التوكسويد وهذا التوكسين مال البكتيريا اضعفه بشكل ينتج انتي توكسويد بداخل جسم الانسان نفسه، فهذا همين اكتف اميونايزيشن. مرات انطي اميونوجلوبين مباشرة، مرات انطي انتي توكسين مباشرة، هذني الشغلتين اللي كان نتجن هذني قمت اعطيهن بشكل مباشر. هسه نجي للاميونايزيشن ايجنتس اللي نستعملها بالاكتيف اميونايزيشن. بدنا نحكي على اكتيف، يعني الجسم هو راح يصنع انتي بوديز و انتي توكسينز خاصه به. تتضمن اللايف اتينويتد فاكسينز، زين هاي اللايف استعمل بيها باثوجين زين بس اضعفه مضاعف. الادفانتج مالته انه بي بوتنت ريسبونس كلوز تو ذا اوبتيمال ناتشرال اكوايرد اميون ريسبونس، لان ده انطي فيروس بس ما بي خير، زين ده انطي فيروس او باثوجين ما بي خير، زين ما راح يسوي لي ديزيز بس راح يسوي لي مناعه. المشكله مالته شنو؟ المشكله انا العب بالنار هنا، لانه sometimes may reproduce the features of the disease as subclinical or milder form of the infection. مرات اصلا يصير يعني virulent form مثل oral poliovirus، مرات ينطو والطفل يصير بشر الاطفال، زين لانه ده ينطو هو يعني live vaccine فممكن يتحول الى virulent form، وبالتالي يعني ممكن مناعة الطفل تكون قليلة ويصير هذا الشيء. زين و cannot be given to immunosuppressed و pregnant patients. Pregnant patients هذا ما راح يكون مهم بالاطفال، بس الاميونوسبرست patients راح يكون كلش مهم، لانه جماعه السيتوتوكسيك زين دراجز، جماعه الستيرويدز اذا ياخذوها لفتره طويله، هذول نقدر نعتبرهم اميونوسبرست patients، فلازم نحذر من اللايف اتينويتد فاكسينز. اما الانكتيفيتد اور كيلد فاكسينز فهذه اهون، يا اما فاكسينز مقتوله يعني ايجنتس مقتوله زين ما بيها حتى اي element of life or living، زين وممكن تكون sub units، مرات يعني ال vaccines او الباثوجين ب units معينه باشياء معينه، فاخذ فت قطعه معينه ايش قطعه معينه من الفاكسين يعني من الباثوجين واسوي فاكسين، فراح يكون سيفر، ما راح يكون بهواي انتيجينيك مولكيولز. زين مرات اصلا هقد ما مضاعف وكل شيء ما يسوي يضيفوا له بعض الكيميكالز حتى يزيدون الـ يعني الانتيجينسيتي مالته، فحتى ما راح يسوي لي انفكشن مثل ذاك. اقدر اعطي بالامنو سبرست، اقدر اعطي بجماعه الستيرويد، هاي فائده الان اكتيفيتد كيلد. زين بس الديز ادفانتج انه لس بوتنت راح يكون، ويحتاج عاده ادجوفنتس زين يعني مثل الكيميكالز، واحيانا يحتاج بوستر دوسز. اما التوكسويد فهو كيميكلي اور ثيرمالي موديفايد توكسينز، هاي التوكسينز ضعفتها زين سويتها ويكر وصارت توكسويد، حتى من اسمها هيك ضعفت، شلون صغير يصير صغير زين، فمن هذا المنطلق. يوز فور فول سام بكتيريال ديزيزز لان هي عليها توكسينز، ممكن ستيمولايت ذا انتي بوديز، اما احيانا يحتاج مالتيبل دوزز، هذا ما عليكم بيه تحاولون تحفظوه. هذا السلايد كلش كلش مهم، يحتاج تعرف من عنده شنو اللايف اتينويتد، شنو الانكتيفيتد كيلد، وشنو هو التوكسويد بكل هاي الفاكسينز. اللايف اتينويتد بالبكتيريال هو البي سي جي، واللايف اتينويتد بالفيرال هو الاورال بوليو فايروس، الام ام ار
اللي هو ميزلز مامبس روبيلا والروتا فيروس، هذني ار لايف اتينويتد، فيعني هذني راح يكونون كونترا انديكيتد بيعني الامينو سبريشن سبريست بيشنتس مثل الستيرويدز. حتى نحفظ البي سي جي، انت لازم تعرف انه مضاعف من التي بي فاكسين. الاورال بوليو اذا ما كان لايف كان طيته بال يعني انجكشن زين، فاني اذا اخاف انه اعطي انجكشن او اخاف انطي مثلا بالوريد او اخاف انه انطي بالعضله زين، لانه هو اورال فاخليه يروح بالجي اي تي بحيث ميمكس ذا اوريجينال بوليو فيروس اللي يسوي باراليسيس واللي ينتقل من المصادر والاغذيه الملوثه. الام ام ار قريب على كلمه مرمر زين، والمرمر بالهارت والهارت از لايف زين. الروتا تاخذ روتات بالخامس والسادس، فالروتا يعني فتشي يحتاج انه تحضر له مو مثل الالكتروني. يبقى التوكسويد، التوكسويد هذا يعني بس شغلت يعني اللي هي تيتانوس والدبثيريا. انا عندي اللقاح هذا نسميه الدبثيريا تيتانوس بيرتوسيس. اول اثنين هو توكسويد، بس البيرتوسيس هو عبارة عن كيلد، فاحفظ التيتانوس والدبثيريا ار توكسويدز. حكينا على البيرتوسيس قلنا هو يعني من الانكتيفيتد كيلد، بس مرات يسألك يعني دكتور منيب كلش يحب يسألك انه اوكي هذا انكتيفيتد زين، قول لي شنو الكونتنت مال هذا الفاكسين زين. يعني مثلا قال لك اللقاح مال بيرتوسيس فتقول له انكتيفيتد، بس تكمل تقول له انكتيفيتد هول اورجانيزم، كل الاورجانيزم مال بيرتوسيس. شايفين هذا الووبينج كاف زين، فقال له يابا انا مو مال نجزئه ونسوي بولي ساكرايدز وما ادري شنو كل هالقحه طفل، فالكتله ونطيع زين كيلت هول اورجانيزم، هيدا يصير عنده مناعه من كل شيء. التايفويد والكوليرا هذه مو بالاميونايزيشن مال العراق فما راح ناخذها. المينينجوكوكال همين نفس الشيء مو بالاميونايزيشن سكيول مالتنا. عندي الاسيلير بيرتوسس هذا همين ما ناخذه. ناخذ الاشياء اللي موجوده بالفاكسينيشن مال العراق. الاتش اي بي اللي هو هيموفلونز انفلونزا تايب بي زين، هو والنيوموكوكال كونجيجيت فاكسينز are capsular polysaccharides conjugated to carrier proteins. يعني ايش سوى؟ جبت الاورجانيزم زين، اخذت الكبسول مالتها، هذا الكبسول لان هو الكبسول اللي بي انتيجينيسيتي زين، فاخذت الكبسول وخليته ينحمل بكارير بروتينز فصار فاكسين زين. الكبسول هو يعني بوليساكرايد زين، هو هذا المكون مالته انه كاريرات متعدده في الاشياء زين، وخليت بس بدلت يعني الانتيجين الجواني بدلته بكارير بروتين يحمله زين، فهذا بالانفلونزا انفلونزا والنوموكوكال كونجيجيت فاكسينز. ذاتس واي هيج اشياء تنطي انجكشن زين، لانه هذا بالقوه ملزقها زين، فمو انا اعطيها اورال تروح بالاسيديتي مال ستومك زين، فلازم انطيها انجكشن زين. يبقى الانكتيفيتد كيلد تصير مثلا البوليو اللي هو انكتيفيتد بوليو فيروس من اسمه. الانكتيفيتد بوليو فيروس هو inactivated whole organism. الهيباتيتس اي مو بالسكجول مالتنا، فالبوليو اعتبروه مثل البرتوسيس، لان البوليو يسوي شلل ذاك يسوي ووبينج كاب، فقالوا يا بليش هالدوخه خلينا نطي يعني الاورجانيزم كله. اما الهيباتيتس بي فيروس فهو بيوريفايد بروتين انتيجين، هذا الهيباتيتس بي اس انتيجين زين، السيرفيس انتيجين هذا اخذه من الفيروس اسوي له بيوريفيكيشن اعقمه وراها انطيه كفيروس كفاكسين. والسبيونت انفلونزا هذا ما موجود بالسكيدجول مالنا. فهسه رتبت لك السلايد، اخذ سكرين شوت لهذه الصوره لانه كلش مهمه، وحطها على كفر موبايلك الاسبوع الجاي او بالاسبوع اللي تكون عندك ديرات الاطفال. اكو 7 رايتس اوف فاكسين ادمنستريشن، هاي الاشياء تخلي الفاكسين يعني يشتغل صح. لازم تعطي للرايت بيشنتس زين، تنطي بالرايت فاكسين، تعطي الرايت تايمينج حسب الايج الصحيح، الانترفال الصحيح بين فاكسين وفاكسين يعني قبل ما يصير اكسباير، تعطي الرايت دوسج بالرايت روت والنيدل والسايت والدوكيومنتيشن. هذا ما يفيدنا، بس احنا من عندنا نستفيد بعض الاشياء نسالها بالهيستوري. لما نسال على الفاكسين زين، لازم نسال يعني اسم الفاكسين اذا عرفوه، اذا ما عرفوه نسال ايش وقت اخذوه بالذات، ولازم نعرف الروت مال الفاكسين زين، وشلون انطويا وبيا مكان انطويا، وندور على دوكيومنتيشن وكارت اللقاحات. هاي الاشياء راح تساعدنا بالهيستوري. اكو فاكسين فيلير، ماكو 100% بروتكشن اوف فاكسينز. بعض الناس يعني ولو هم سمول بروبورشن بس جيت انفكتد رغم انه هم لقحين. الفيلير يا اما برايمري يا اما سكندري زين. البرايمري فيلير لما الانديفيدجوال نفسه ما يسوي ريسبونس، من ضمنها الميزلز بالام ام ار كومبوننت زين، الام فور ميزلز
5 إلى 10% they do not respond to this measles component. That's why بجدول اللقاحات أنا أنطي ميزلز أول شيء واحدة بالشهر التاسع، بعدين أنطي الميزلز ويا الأم أم آر الشهر الـ12، بعدين أبوستر بيفور سكول إنتري هم أنطيها مرة أخرى additional dose of vaccine حتى أقلل من هاي النسبة. secondary failure إنه يعني لما البروتكشن تقل over time، مثلا البرتوسيس يقل as the child gets older. زين، لهذا تشوف انه البرتوسيس يعني ينطوه تقريبا 5 مرات بالجدول من العراق، هنا فورث بوستر مرات يعني 4 بوسترات اضافه للاوريجينال، فخمس مرات ينطون البرتوسيس من ضمن الدي تي بي فاكسينيشن. اكو برنسبلز لازم تنحفظ بال يعني بالفاكسينيشن، انه اللايف فاكسينز شود نوت بي جيفن within a month of each other unless given at the same time. يعني اقدر انطي 2 لايف فاكسينز بجلسه واحده من يعني نفس اليوم نفس يعني السيشن، لانه اول مثلا اول دي زيرو يعني بالاسبوع الاول مثلا من ولاده الطفل ينطوه اورال بوليو فايروس، ممكن ينطوه هيباتيتس بي وينطوه بي سي جي، والبي سي جي والاورال بوليو فايروس they are both live vaccines فاقدر انطيهم at the same time. زين، بس بين مسافه ومسافه لازم تكون اكثر من شهر، لهذا انت بتشوف جدول اللقاحات بالعراق ماكو يعني مسافة أقل من شهر، وعادي أقدر أني يعني أنطي administration vaccines of multiple vaccines مرة واحدة، هسه حكينا عليها بنفس اليوم كنا نطي ثلاثة. بس ال vaccine should not be given خلال 3 شهور من ال receiving gamma globulin products. يعني إذا مثلا شخص أخذ gamma globulins مثلا للهيباتيتس A ما يصير خلال 3 شهور القادمة ياخذ اللقاح، لانه راح يصير فد انترفيرنس بين ذا جاما جلوبولين اللي هو هم من بروتكشن بس يكون يعني باسيف اميونيتي، وبين البروديوسنج الاكتيف اميونيتي مال فاكسينز. بريماتشور انفنتس ما يهم، they should be kept on the same schedule as full term infants. لا تقسم لا تسوي اي شيء، مجرد بدا عمره يوم خلاص يتعادلون يتساوون بالحقوق والواجبات. بري تيرم يعني اللي عمره 32 اسبوع ببطن امه، واللي عمره مثلا 39 بطن اسبوع ببطن امه تجوي بنفس اليوم خلاص، they are day zero they are day one. زين، نعتبرهم يجوا متساويين بيوم الولاده بالحقوق والواجبات. اذا يعني تخلفوا عن فد فاكسين معين فمو ضروري انه يعاد الفاكسين من جديد، يعني مثلا انا بالجرعه الثانيه من الفاكسين ونسيت انطي، مو ضروري ارجع اعيد الجرعه الاولى، لا اكمل وين ما وقفت اني اكمل. زين، بس احاول اسوي مينتيننس للبروبر انترفال بين فاكسين وفاكسين، مثلا ما اعطي لاي فاكسين بين ا مانث اوف ايتش اذر. إذا تشيلدرن جاك تشيلدرن قالوا ما نعرف نلقحي له ولا، مثلا في يوم تشوف هيستوري بيبيتا تكون وياك بالهيستوري يقول لك ما اعرف انا ملقح له ولا، مثلا اهله ميتين زين وما تدري انه كانت لقاحات او شيء، وي شود كونسيدرد ان اميونايزد وننطي الابروبريت فاكسينز. السايد افكتس مال فاكسينيشن ممكن يصير عندنا الرجيك رياكشنز ان سام ريسيبينتس، مرات يعني فاكسينز تصنع من البيض زين او البروتين مال البيض ايج بروتين، او يصنعوها بالامبريونيتد اكس لان يحتاجون فد لايف كونتينر زين، مثل ام ام ار الميزلز والمامز قلنا هنا لايف لانه مرمر قريب على كلمه مرمر واللي هو لايف هارت زين، فمثل المامز والميزلز بهن فد انرجي كومبوننت كلش عالي. الرياكشنز ممكن تكون عندك اوتيكاريا هايفز فريتشي انتفاخ بالجلد احمر و هيتشي بيل زين جسمه يطقع يعني، بس هاي الطقعة يعني مو تكون اسمه يعني موازية للجلد، لا شوية تكون مرتفعة عن الجلد أكثر، ومرات تصير local systemic reactions هذه عفوة. إيش وقت يصير الفاكسين contraindicated؟ أكو general contraindications and أكو false contraindications، وهذا كلش مهم 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 مهم. زين، دائما يغلطون بيه بالMCQات، دائما يغلطوك بيه بسؤال بالعملي. إذا صار عندنا serious allergic reaction anaphylaxis، شفت انتفخت سترايدر ما يقدر يتنفس زين، اللي نفس الفاكسين خلاص بعد ما انطيه، او سيريس الرجيك رياكشن تو ا فاكسين كومبوننت او للدوز، مثلا ديبثيريا بيرتوسيس تيتانوس، مرات يصير عندهم الرجيك رياكشنز للبيرتوسيس فاشيله ما انطيه بالمره الجايه، مرات للدوز مال الفاكسين نفسه، مرات مودريت تو سيفير النس وذ اور وذاوت ا فيفر اللي تكون مور ذان 38 سيلسيوس. الفكره ان الفيفر اذا عبرت 38 زين ف this is a contraindication
فور فاكسين حاليا، جاني هسه في فيفر، جابرني خليه يروح السخونه مالته يلا. بس اذا مايلد إلنس ولو جريد فيفر ومايلد دياريا ما يهم، هذا مره جاني ام سي كيو ما يهم عادي انطيه. سورنس ريدنس سويلنج افتر يعني انجكشن لا، هذا مو سيريس. كرنت انتي بايوتيك ثيرابي لا، حتى لو كان انتي بايوتيك ما يهمني. كان بريماتشور قلنا البريماتشور عامل نفس الحقوق والواجبات مال البقيه. بريست فيدنج هذا احسن اصلا. بريجننسي اوف ا مذر اور هاوس هولد كونتاكت شو له علاقه. مال نيوتريشن ما له علاقه، حتى لو مال نيوتريشن علاقه، بالعكس هو يستوجب اللقاح اكثر من غيره لانه معرض للانفكشنز. هيستوري اوف بنسلين اور نون سبيسيفيك انرجي ما له علاقه، يعني ممكن يخدعك يقول لك والله كان عندي بنسلين انرجي، ايش اللي دخل؟ انا ايش اللي دخل؟ الا تثبت لي انه هو سيفير الرجيك رياكشن للفاكسين يلا ساعتها اوقفها واقطعه. Family history of a convulsion in a child considered for pertussis or measles vaccine. يعني الفكرة شنو؟ انه الاخ عنده convulsion، عندك والله قالوا اخوه عنده convulsion زين وعنده fits وهيج اشياء. ما نعرف ليش ال convulsions ذي صارت. وهسه اخوه ده يجي ياخذ pertussis or measles vaccine. ايش اللي علاقة؟ مش معرفني الكهربائية بدماغ اخوه شنو اللي سببها؟ والبديز ار نوت ذا سيم، بس هو نفسه اذا صار عنده هذا الكونفولشن ديو تو بيرتوسس ساعات لا سحبه. هاي الاسئله تنسال قبل الفاكسين زين، بس احنا ما راح نستفاد من عندنا، احنا ما نلقح، بس احنا نستفاد من عندنا بالهيستوري. فنسال انه مثلا يعني بالفاكسينيشن هيستوري هل ياخذ ادويه مال الكانسر؟ هل ياخذ ادويه مال الستيرويد؟ زين هل نشوف انه عنده صار الرجيز لايف ثريتنينج الرجيز بعد ما اخذ فاكسين؟ او سيفير رياكشن او كونفولشن؟ ممكن مع بعضهم حساسية ممكن الصراحة يعني لازم تقوله، أو إذا أخذ بلاد برودكتس. الديفلوبمنت هذا هو إلى سكشن خاص بالهيستوري، زين فنستفاد من بعض هاي النقاط بالهيستوري مالتنا. هذا الكرنت أمينايزيشن سكيدجول بالعراق لازم ينحفظ، سكرين شوت أند ميمورايز إت. آت 0 تو 1 ويك أورال بوليو فاكسين هيباتيتس بي أند بي سي جي. بي سي جي مال تي بي ينطوه بالبداية، الأورال بوليو راح تشوفه ينطوه يعني بكل وقت، ينطوب الصفر، ينطوب الاثنين، ينطوب الاربعة، وينطوب الستة. الهيباتيتس بي ينطوب بالزيرو وبالاثنين وبالاربعة وبالستة، يعني نفس الشيء. يعني اللي انطيتهم بأول أسبوع من حياته راح يستمران وياه اثنين أربعة ستة من خلال الشهور. بعد الدبثيريا والتيتانس والبرتوسس هذه هم اثنين أربعة ستة، بس ما تنطي يعني بالأول أسبوع لا، اثنين أربعة ستة. بعد شيء يبقى الروتا أنطي اثنين إلى أربعة، اثنين يعني بالشهر الثاني وبالشهر الرابع. والنيموكوكال كونجيجيتد فاكسين انطيه بالشهر الثاني للرابع همين اضافه الى السادس. فهذا نضيفه ويا الدبثيريا والبرتوسس والتيتانوس. اما الانكتيفيتد بوليو فايروس فراح انطيه من الرابع والسادس. فالفكره شنو؟ انه راح يصير تبديل بين الروتا والاي بي في. هذا ياخذ 2 4، هذا ياخذ 4 6. نعيد مره ثانيه لان كلش مهم. الاورال بوليو، اورال بوليو فيروس يتكرر لحد ستة. البي سي جي خلاص مرة واحدة ودان. الهيباتيتس بي انطي مرة مرتين ثلاثة لحد ستة. الدبثيريا تيتانس توكسنز والبرتوسز يعني هاي كلها همية نفس الشيء. الكونجيجيتد مال نيموكوكل نفس الشيء، بس التصارع ده يصير وين؟ ده يصير بين الروتا والاي بي في. الروتا راح ياخذ الاثنين أربعة، أما الـ IPV فيأخذ الأربعة ستة. يبقى بالـ 9 month I will introduce measles and vitamin A. measles لأنه المناعة والأم تخلص بعد 6 شهور، المناعة الـ IgG اللي انتقلت من الأم إلى الطفل تخلص بهذا الوقت، فرح نطي لقاح مع الميزلز وحده ونطي فيتامين A to support the immunity. بالشهر الـ 12 يعني بالسنة الأولى راح ابدي انطي ال MMR فاكسين، ميزلز مامز اند روبيلا. فانت حفظ سندريلا ساعة 12 صار عندها مرمر زين ورقطت للعودة لبيتها زين، هذا رقم 12. بال 18 شهر وبليز اتذكر 18 مو 15 شهر، لان دكتور منيب عنده هاي التغليطة مالته المشهورة انه يقول لك بال 15 شهر ايش ننطي؟ ما ننطي شيء بال 15 شهر، بال 18 شهر زين. واللي تعادل شنو؟ اللي تعادل سنة ونصف. راح ارجع انطي اللي طلعتهم 2 4 6 اللي هي ديبثيريا بيرتوسس اند تيتانوس
وارجع عند الاورال بوليو فايروس اورال بوليو فاكسين بال 18 اعطي اما مره الاخ اكد الدوز مباشره بعد يعني بعد 6 شهور اكد الدوز مال ام ام ار وبال 4 الى 6 سنوات انطي الفيتامين اي. فالفكره شنو؟ انه من ال 18 وال 4 الى 6 سنوات ارجع اعيد يعني الدبثيريا بيرتوسيس تيتانوس وارجع اعيد الاورال بوليو فايروس. ما اعيد الروتا دير بالك هذا خلع اعيد الروتا بعد الروتا الانفت راح يكون يعني طول عمره هاي الخمس سنوات تشايلد زين راح يكون اكسبوزد تو ذا روتا فايروس صاير بيه مره راح يصير عنده اميونيتي. فما الحب هاي السالفه الح بالبوليو لان انا اخاف بوليو يسوي لي شلل والح بالبرتوسيس والدبثيريا والتيتانس لانه هذا التيتانس يخلي جسمي يخشب زين البرتوسيس يخلي هذا الووبينج كاف فهذني اللي الح بيهن هذني اللي اكررهن والام ام ار اكررها بعد يعني 6 شهور من الفاكسين الاصلي وانطي فيتامين اي. هذا هو الاميونايزيشن سكيدجول بالعراق. زين هسه نجي الى التايب. احنا اخذنا التايب بس نركز هنا على الروتس. اذا نرجع نتذكر اللايف فاكسينز اللي هي البي سي جي الاورال بوليو الروتا قلنا روتا تاخذها بالخامس الميزلز والام ار الكمامر والبقيه ما بين الانكتيفيتد والكيلت والتوكسوي. الروت مال بي سي جي انترا ديرمال زين اور بالليفت دلتويد ريجن. احنا دائما عندنا هاي الطمغه مالتنا بايدنا اليسار يلطون بها 0.05 سي سي اوف ذا بي سي جي فاكسين. الهيباتيتس بي فاكسين انطي انترا ماسكولار بالعضله. اورال بوليو فايروس من اسمه اورال زين فانطي اورالي 3 دروبس. روتا فايروس راح انطيه همين اورالي كانك تمتحن امتحان اورال بنهايه الروتا زين زين هذا نمونك مشى زين هذا امتحان الاورال راح تمتحنه بالنفسيه. الميزلز والام ار ار تكون سبكوتينسلي والدبثيريا تيتانس بيرتوسيس راح تكون انتراماسكولار. مرات يسمون اللقاح الرباعي والخماسي هذا من انتراماسكولار هو مجرد تجميعيه لانه دبثيريا دي تي بي هذا اللي ينطي انتراماسكولار والانفلونزا اللي هو الاتش انفلونزا همين ينطي انتراماسكولار والهيباتيتس بي ينطي انتراماسكولار زين فيعني مجرد تجميعيه فالناتج هو راح يكون انتراماسكولار. بس اريدكم تعرفون تسميات معينه اللي هي اللقاح الثلاثي هو هذا هو ثلاث اشياء مخبوطه. اللقاح الرباعي ينضاف للاتش انفلونزا. اللقاح الخماسي ينضاف للهيباتيتس بي زين فالبي ينضاف في الخماسي. فبس خلينا نراجع الروتس البي سي جي لانه كلش مهمه. البي سي جي هو عباره عن لايف فاكسين والروت مالته انترا دلتويد او انترا ديرمال. الروتا والاورال بوليو فايروس اورال بوليو فاكسين صار كم مره اقول فايروس والام ام ار هذني كلهن لايف فاكسينز بس الروتا ينطي اورالي امتحان اورال بنهايه الروتا. الاورال بوليو فايروس اورال بوليو فاكسين ينطي اورالي من اسمه والام ام ار ينطي سبكوتينسلي. الدي تي بي يعني هو كثلاثي بلس اتش انفلونزا اللي صار رباعي بلس هيباتيتس بي اللي صار خماسي زين راح نعطيهم انترا ماسكولار. يبقى شنو هذني الاثنين راح يكونن توكسويد ك يعني كونتنت مالتهن اما هذني فهي انكتيفيتد وتكون بوليساكرايد محطوط ويا كارير اما هذا فيكون هول اورجانيزم